عبد سادر في غيه، يعني بعيد عن الله، لا يقيم طاعات ويرتكب المعاصي. عبد سادر في غيه، يعني انسان منحرف بعيد عن يعني استمرأت المعصيه، تعود عليها، تعود على المعصيه، وصارت للمعصيه عنده حلاوه، والطاعه ثقيله عليه، ويعني مريره. فالله عز وجل في هذا العبد شيء من خير، شيء من خير، فالله عز وجل يبتليه كي يوقظه من غفلته. إبراهيم بن أدهم كان مهمته أنه كان يتصور البيوت ويسرقها قبل أن يتوب الله. والعالم كان يسرق قطب هذا. فتصور بيتا مرة فرأى صاحب البيت يقوم بالليل يصلي ويقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: قد آن يا رب. إبراهيم ونزل وصار إبراهيم بن أدهم. يا سبحان الله. قد يفتح الله لك باب العمل ويغلق عليك باب القبول، وربما يبتليك بالذنب لتتوب فيكون سببا للوصول مرة ثانية. قد يفتح للعبد باب العمل ويغلق عليه باب القبول، لأن في عجب، في رياء، في أمن من مكر الله، صفة ذميمة، في شيء، في شيء يعني ليس خالصا لله. نعم. لأن الله لا يقبل من العمل إلا 100%. سبحان الله. أنا أغنى، لا يخمره أي شيء، أنا أغنى الأغنياء يعني الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. يا الله. لا يقبل من العمل إلا 100%. يعني ما ينفع يقول إيه والله أصلي وأقابل فلان، لا، أنت ذاهب للصلاة فقط، ما تقرب بها شيء. يعني رب عمل صغير عظمته النية ورب عمل عظيم صغرته النية. ما كلنا يمشي في حياتي هكذا يا فضيلة الشيخ. لا شوف شو يعني معظمنا إلا ما رحم ربي يعني. لكن نريد أن نقول يجب أن نخلص في أعمالنا لله عز وجل، والإخلاص هذا بتجديد النية في كل عمل. طيب. يعني كل ما أبدأ عمل، فالإنسان الذي يرتكب الذنوب وسادر في غيره. لما عذرت أن أريد فضلتك يعني تطلع علينا مرة ثانية بيت الشعر الذي قلته أو الحكمة. هذه الحكمة. ربما فتح لك باب العمل. أيوة. وأغلق عليك باب القبول. نعم. وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. أيوة. ربما أتاك بالذنب يقول يفيق العبد ماذا أصنع؟ الحمزة. عم رسول عليه الصلاة والسلام بلغ أن أبا جهل آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ ذهب أخذ وقال لأبي جهل، ولم يسلم بعد. نعم. أتضربه وأنا على دينه؟ سبحان الله. وعاد إلى البيت لفكر، وما الذي لا يجعلني أن ألا أكون على 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 دين، على دين محمد؟ ما الذي يأمر به؟ ما الذي يعمل؟ فدخل في دين الله. هذا يعني يأتي الله بومضة يفيق العبد منها. يعني أبو طالب، وهذه كلمة للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أبو طالب صاحب السفلة من القوم، فماذا أوردوه؟ يعني يجلس ينازع الرسول عن يمينه، بل على دين أبائه، والله يرضى عنك، وأبو لهب على يساره، وأبو جهل يقول له قلها يا عماه أشفع لك بها عند رب، مجرد أن يقول لا إله إلا الله. يعني يا الله. أبو لهب وأبو جهل: بل على دين أبائك وأجدادك. قال: بل على دين أبائي وأجدادي. انظر في المقابل: كلب يصاحب الصالحين فيذكر في كتاب الله. في يا المقابل. الله جميل هذا. يعني هذا صاحب السفلة من كلب في سورة الكهف. وكلبهم باسط في رعيه بالوصي. سبحان الله العظيم. يا الله. يعني كلب يصاحب الصالحين يكرم، وإنسان من عدية القوم وعم رسول الله ويدافع عنه، لكنه صاحب السفلة من القوم. فهذه قضية مهمة. يعني هو كان نفسه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وكم دافع عن رسول الله، وما نال قريش من رسول الله إلا بعد موت أبي طالب. نعم. وحتى يقال إن 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 يعني إن أبا لهب كان يقول للرسول: يا ابن أخي، أما شفعت، أو أحد العباس كان يقول الرسول: أما شفعت لعمك أبي طالب؟ قال: نعم. قال: هل قبل؟ قال: نعم. أخف عذاب أهل النار أبو طالب. ما عذابه؟ يلبس نعلين من نار فيغلي منهما دم رأسه. عجيب. يا الله. ربنا يعيذنا وإياكم والمشاهدين إن شاء الله.